سلسلة صناع الحضارة هي سلسلة جديدة هنتكلم فيها على العلماء اللي كان لهم فضل كبير في صناعة الحضارة وكان لهم أثر كبير وفضل كبير على الجنس البشري. هنتكلم في السلسلة دي عن حياتهم وأهم إنجازاتهم وعلمهم وإزاي إن هم قدروا يستخدموا علمهم ده في إسعاد البشرية، والنماذج دي بنقدمها لأبنائنا وبناتنا كمحفز ليهم إن هم يكونوا حاجة كويسة زيهم في المستقبل.